شباب قبل ما نخوض في تفاصيل التحديث اللي نزل معنا قبل يوم أمس، أكيد أني جربت يوم ويوم ثاني أساس أني أشارك معكم تفاصيل التحديث بكل مصداقية، أوكي؟ ولكن قبل ذلك أتمنى تعطونا رأيكم في تمويهات الأسلحة الخاصة بلعبة وورزون موبايل، وهل تريدون أيضا أن نستكملكم حلقات تخص هذا التمويهات أو لا، أوكي؟ لأنه تقريبا أنا يعني بقى لي سلاح واحد وأحصل كل شيء، أوكي؟ وأيضا فيما يخص التحديث يا شباب اللي نزل معنا، أكيد أني راح أشاركه معكم بعد ما يعني خلاص يعني أخذت فكرة عن التحديث بشكل عام، ولو أنه الحين أنا صرت شخص لا أقتنع بكلام الشركة قدر ما أقتنع بتجربتي الشخصية. فالتحديث اللي نزل كان على المتجر تقريبا في حدود 40 ميجا بايت، بالإضافة إلى أنك لما تدخل اللعبة فأكيد عندك تحديث داخلي أيضا هو تقريبا أكثر من نصف جيجا، يعني بمعنى أكثر من في حدود 500 ميجا بايت. فعلى الظاهر أنه راح تكون في تحسينات وفي تكون أمور يعني مناسبة جدا تم حلها ومشاكل تم حلها من الشركة أو من المطورين مقارنة بآخر إصدار. الإصدار الأخير اللي قبل هذا يا شباب تكلمتكم عنه سابقا أنه اللعبة فعليا تعدلت والحرارة انخفضت شوي، لكن مش لدرجة أنك أنه يعني الأجهزة المتوسطة أو الضعيفة يمكن أنها تلعب حاليا. خبرتكم بذلك المقطع أنه لسه الحرارة موجودة عليها، وأكيد أنه أن جهازي أساسا موجود فيه كيف يعني يقيس درجة حرارة اللعبة بعد ما تلعب الجيم الأول وبعد ما تلعب أجيام أكثر. ففعليا هذا التحديث لعبت كثير يا شباب أساس أني أعطيكم كل شيء بحول الله، فأتمنى منذ البداية لا تبخلوا لي بلايكاتكم مشاركة المقطع، ويلا بإذن الله. طيب لو محتاج شحن لعبة وورزون موبايل أو أي باندل أي حزمة موجودة داخل اللعبة أو مش موجودة داخل اللعبة أساسا يعني أنت ما محصلها، فسجادة التاجر راح يوفر لك هذه الحزمة وهذه الشخصية وتحصلها بحسابك بأفضل العروض وأرخص الأسعار. رابط راح أخليه لكم في وصف الفيديو بالإضافة إلى التعليق المثبت. وأيضا بالنسبة للجزائريين وباقي الدول العربية متوفر الشحن أي غرض تريده داخل اللعبة. وللطلب والاستفسار التواصل على حسابي انستغرام. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. شاب يعني كتوضيح بين قوسين قبل ما أعطيكم مراجعة التحديث بالنسبة للناس اللي تسأل عن اللعبة وغيره، شباب أنا شخصيا مستمر في محتوى لعبة وورزون موبايل. بالنسبة للناس اللي تابعني، إذا كان المقطع أنه يفيدك أنت لاعب وجاي تلعب اللعبة حاليا فأهلا وسهلا، إذا المقطع أنت شاهدت أنه ما راح يفيدك فأخي رجاء وفضلا يا أخي لا تشاهد المقطع، والله من عندي لا تشاهد المقطع. يعني مش كل مرة ندخل في نزاع من أجل أنه يا أخي اللعبة هذه أفضل واللعبة هذه أفضل وغيره. يا أخي كل لعبة وكيف أنت تشاهدها، وكل لعبة وأنا كيف نشاهدها، يعني كل شخص ويلعب اللعبة اللي تناسبه. أنت مش مجبور أنك تلعب وورزون موبايل، ولا أنا مجبور ألعب لعبة ممكن أنت تشوفها أنها مناسبة أنا ما أشوفها مناسبة. فيعني بالأول وبالأخير أنا هذا محتوي حاليا، ممكن انزل بعض الالعاب اللي جاي انزل يعني تقريبا عنها سابقا، او حتى الالعاب اللي تكون جديده بحول الله، اما غيره فعذروني شباب. اوكي هذا هو المحتوى اللي انا جاي اقدمه الحين. وكتوضيح ايضا بالنسبه ايضا حتى للتركيبات فيما يخص الاسلحه وغيره باذن الله راح تكون معنا بدايه من المقاطع اللي راح تنزل يعني من يوم بكره وغيره، فراح يكون المحتوى تقريبا مختلف تماما عن السابق. وأكيد أنه لما تكون مراجعات بالنسبة للناس اللي جاي تريد تلعب اللعبة فأكيد نفس الشيء راح نوفيكم تقريبا زي هذا المقطع لما أعطي مراجعة أنت تشوف التفاصيل اللي أنا أذكرها بعد تجربتي، مش على أساس أني أسرد لك كلام الشركة لأنها راح تحسن دي ودي ودي وبعدين تدخل تلاقي أنها مش محسن أي شيء. بعد التجربة أكيد أني راح أعطيك المراجعة الكاملة وأنت بعدها تقرر تلعب أو ما تلعب عفوا، فالقرار يرجع إليك زي ما خبرتكم. اليوم راح ناخذ تجربة فيما يخص التحديث اللي نزل معنا اليوم أمس، وبالنسبة للتركيبات فيما يخص هذه السلاحين أيضا خليتها لكم في بداية الفيديو بالنسبة اللي يريد يستخدمهم. وأكيد أنه يعني حتى في هذا المقطع راح نلعب أكيمبو، بصراحة يعني صار لي زمان ما لعبت بهذا الأكيمبو بأي سلاح بخصوص من يوم سحبي على لعبة كود موبايل. زين فيما يخص التحديث اللي كان معنا يا شباب، التحديث هل حسن امور؟ اكيد انه في حسن امور كثير داخل اللعبه، لكن اول شيء اتكلم عنه هو في من ناحيه الحراره، هل الحراره خفت او قلت بالاجهزه مقارنه بالتحديث السابق باخر تحديث؟ لا لساتها اكيد
بالتحديثات السابقة أكيد قلت وخفت معنا. ليش؟ لأنه كان تقريبا يوصل حتى 45 إلى غاية 46 درجة. أما حاليا فالأقصى شيء يوصل معك أنا بجهازي باللعب المستمر، يعني مش من أساسا من أول جيم، يعني ألعب وألعب وألعب، ألاقي أنه درجة الحرارة صارت ثابتة في 40 إلى غاية 41، حتى أكون صادق معكم شباب، إلى غاية 41 درجة على جوالي. جوالي أكيد أنه بمعالج مناسب جدا مبدئيا مقارنة بالأجهزة الأخرى، فما أعرف يعني بالنسبة للأجهزة الأخرى أو المتوسطة حاليا، يعني ليش أنه ما جربت على جهاز متوسط، لكن على جهازي بهذه المواصفات اللي راح أعطيكم الحين سناب دراجون 8 جين 2 فالحرارة مضبوطة ودائما ثابتة على 41 إلى 40 درجة بعد اللعب المتكرر والمستمر، يعني مش من أول جيم، بعد أول جيم راح ألاقي الحرارة تقريبا في 35-36 هذا أقصى شيء، لكن بعد اللعب المستمر ترتفع إلى هذه الدرجة وتبقى يعني ثابتة. أيضا المشكلة اللي تحل هو أنه صارت اللعبة ما تطلعني من الجيم زي ما كان بالسابق، بسبب أنه الضغط المعالج لما يريد أنه يبرد الجوال يعني يخليه مستقر أداؤه، فالحين صارت ما صار يطلع لي ذاك المشكل اللي كان، وشاركته معكم مرتين على الأقل وذكرت لهذا، خبرتكم أن المراجعة راح تكون يعني بمصداقية وتكون صادقة. وهنا بين قوسين أيضا شباب التحديث، أنا أتكلم عن المراجعة الحين على جهاز أندرويد، أوكي يعني ما أتكلم عن جهاز آي أو إس، التجربة الحين على جهاز أندرويد. فيما يخص التعليق داخل اللعبة وغيره أنصحكم وبشدة أيضا شباب، بالنسبة للناس اللي يواجهون تعليق كتير مرات أو يصطفون مشاكل كتير، حاول تحذف اللعبة ونزلها مرة ثانية، حاول تحذفها يعني ينحذف معك الكاش الخاص بها وبعدين نزلها مرة ثانية وجرب، أوكي. أيضا بالنسبة للتعليق زي ما خبرتكم، هل في تقطيع أيضا باللعبة؟ حتى أكون صادق، يعني في مرات يصير يعني بجزء من الثانية يصير داخل الجيم، مش كل الأجيام، فهنا السبب يرجع هل هو بسبب شبكة النت أو أنه من اللعبة الله أعلم، لكن أنا صادفت هذا التقطيع مرات، ولو أنه يعني ما يأثر علي بالجيم ولكن جزء من الثانية مرات مش عارف، يعني لو تحس أنه تلعب بسلاسة أكبر أحسن. من ناحية الفريمات أيضا يا شباب تقريبا ما تغير معنا شيء، وإنما يعني خفت شوي أو قلت شوي يعني مقارنة بالتحديث السابق. بالنسبة أيضا للناس اللي ممكن مش عارفة شباب، أداء اللعبة صدقا يعني على محرك مختلف تماما عن محرك الجوال اللي جاي الشركات الأخرى أطور عليه ألعبها، فلهذا راح تلاحظون أنه في اختلاف كبير جدا، بالإضافة إلى أنه أنك تنقل محتوى لعبة ضخمة جدا موجودة على البي سي وتخليها على محرك أيضا خاص ب البي سي وغيره، فهذا الشيء كبير جدا يا شباب حتى نكونوا صادقين، لكن ما يمنع أن الشركة كان في إمكانها أن تكون تسوي شراكة مع أي شركة يعني تطوير خاصة بالجوال زي شركة تنسنت أو حتى نت إيس، لكن تنسنت عندها عندها كفاءة أكثر وعندها أيضا تجربة مع لعبة كود موبايل، فكان من الأحسن أو من الأفضل أنه لو الشراكة بينهم استمرت لولا السياسات الأمريكية الخاصة مع دولة الصين، لكن ما يخالف، احنا المهم أنه نتطلع دوما أنه تكون اللعبة يعني تتحسن بشكل مستمر، ولو أنه أكيد الحين اللي مشاهده الحين داخل اللعبة وأعتقد أنه في ناس كثير راح توافقني هذا الرأي، أنه المطورين صار عليهم ضغط كبير، فلما يسوون تحديث من أجل أنه يحلوا مشكل يطلع معهم يخلونا مشكلين يعني أو ثلاثة، فهذا اللي أنا ملاحظه بصراحة شباب، لكن مقارنة بالتحديث اللي خاص بيوم أمس فنسبيا مقبول إلى بعد هذا. زي ما خبرتكم لما يأتي يوم أخبرك أنه خلاص اللعبة صارت متاحة للعب لكل الأجهزة وغيره أنه ما بها أي مشكل، بعدها يا أخي حمل اللعبة والعب وانت مرتاح. اما حاليا ف يعني هي في تحسن مستمر، ولكن لساتهم بالنسبه للناس اللي عندهم اجهزه متوسطه وغيره، فانصحك انك ايضا اذا مش انت عندك شغف بهذه اللعبه فانصحك انك تنتظر شوي، يعني اذا راح تلعبها لعبه زياده فانصحك انك تنتظر شوي، اوكي. هذا كل شيء تقريبا في خاص في تحديث قبل يوم امس يا شباب، وبصراحه يعني تقريبا مناسب شوي زي ما خبرتكم مقارنه بالتحديثات السابقه، فنتمنى أيضا بالتحديثات المصغرة القادمة بحول الله أنه يتم تحسين الأمور أكثر وأكثر،
وايضا فيما يخص المحتوى اللي ذكرت لكم عن لعبه وورزون موبايل، انتظروني باذن الله في قادم الحلقات اللي راح تكون باذن الله راح تكون مفيده وممتعه. اوكي، واتمنى بس الا تبخلوا علي بلايكاتكم ومشاركه المقطع. بالنسبه لتركيبات السلاحين خليتها لكم في بدايه الفيديو، بالنسبه اللي يريد ياخذهم او يستخدمهم. وسلام. If you would like to get exclusive content updates, previews and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.